أكبر الله الحق. نتواجد الآن في تبة الكامل، هذه التبة التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هذه التبة مطلة على منطقة الربيعي، هذه المنطقة التي تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية، وتلاحظون قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وهي تقوم بضرب معاقل الميليشيات الانقلابية في الأجزاء الأخيرة من هذه المنطقة. أيضا الميليشيات الانقلابية تتمركز في مصنع السمن والصابون، وهذه التبة ما تسمى بتبة قرن الشيطان التي تقع في الجزء الأخير من جبل هان، وأيضا مصنع الرنج الذي يقع في الأطراف الأخيرة من منطقة الربيعي، وهناك تلاحظون تبة أو جبل المنعم، هذا الجبل الذي تمت السيطرة عليه من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال المعارك الأخيرة، ولا زالت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتمركز فيها حتى الآن. ويعتبر هذا الجبل من أهم المواقع الاستراتيجية التي تم تحريره من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبالتالي فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقوم بالعمليات العسكرية وفق الخطط المدروسة من أجل تحرير بقية هذه الأجزاء التي تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية بأقل الخسائر الممكنة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.